سلام ومرحبا بكم معي فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه اللي كنفصل بها القفاطم. كما كتشوفوا بالنسبه للثوب كنطويوه على جوج بحال هكذا. هذا المنكب ديالو كيكون فيه متر ونص والطول ديالو فيه 3 متر، يعني كله كنطوي حتى للفوق كما كتشوف بحال هكذا بحال هكذا. هادو كنلصقهم مع بعضياتهم، انا عاد نقاد هذا كيجي متقادين الحرف ديال الثوب مع الحرف ديال الثوب، خصهم يجيو متقادين باش عاد ديك الساعه تفصلوا. هنا كنفصلوا الربوعه ومن بعد غادي نفصلوا الظهر من لهيه. هاد الفصاله كنسميوها داخله في خارجه. كما كتشوفوا البنات بالنسبه للكتاف كيكون هكذا، يعني ماشي خط مستقيم، كيكون مايل شويش، يعني كناخذ القياس من هنايا لهنا. بالنسبه للقياس ديال السيده عندها 42 ونص، فاحنا انا ضروري كنزيدو واحد جوج سنتيم باش كيكون على حسب الخياطه، كدوز سنتيم من هنا وسنتيم من هنا. هي هذه كتجي القياس كما كتشوفوا الكتاف هو هذا، وهنايا خديت القياس ديال الصدر فهمتي، يعني هي 29 دايره انا 31 باش في الخياطه تبقى لها 29، وكندير نقيطه ها نتوما بالستيلو هنايا اولا بالطباشير على حسب. المهم الاحسن تخدموا بالطباشير حسن، انا ما لقيتش الطباشير تقاد عليا. المهم درت يلاه الستيلو هكذا، هذيك جبت قطيعه هذا الصدر. من بعد كنولي هنا عاوتاني كناخذوا القياس ديال لي هونش وكنديروا نقطه عاوتاني تما باش كنعرفوا القياس ديال لي هونش شحال، ومن بعد صافي لتحت كنهبطوا غير بالايفازي، كنقطعوا بالايفازي وصافي. التخيله ديال ما بين الصدر والجناب ديال الكرسي، هذاك الصدر هذيك التخيله اللي جينا فيها الايفازي اللي هابطه حتى لتحت، ومن بعد لي هونش، ومن بعد نهبطوا حتى لتحت القفطان. والطول كنكونوا توا واخدينه من الاساس من الاول باش كنعرفوا فين غادي يجي الكتاب وفين غادي تجي الهبطه. صافي الطول غادي ناخذه بحال هكذا، كتاخدي من الجهه ديال الكتاف الى حتى الهبطه وكديري نقيطه باش كتعرفي فين المسافه اللي غادي تقطعي فيها. هانتوما البنات كما كتشوفوا هذه الطريقه اللي كنفصلوا بها الربوعه. المهم الربوعه ديال القفطان هما هادو بجوج بيهم. هانتوما ها الكتف، بعدا هنا كنقطعوا الكول والكتاف، وهنايا التركيز هكذا كيكون ماشي. هما النقيطات اللي انا درتهم كتمشيو مع الجنيب نيشان تكتبطوا لتحت. من بعد دابا غادي نفيني هاد الجنيبات هادو، غادي نقطعهم حتى لحد هاد البلاصه هادي فين كاين هاد النقيطات، هنا غادي نقطعهم. هادو انا بالنسبه راه مخرجه قياسهم من القياس ديال القفطان، مخرجه هاد السنتيم هذا مزوله. هانتوما البنات كما كتشوفوا ها هما قطعتهم ديك السميطات باش ما كيجيش التكماش فاش كنكونوا كنخيطوا مع السفيفه، ما كيكونش كيكون تبنيش بحال هكذا. من بعد عاوتاني كيدوز عليه السورجي وهذا كيتقاد. صافي كما كتشوفوا هما دو الربوعه هما هادو. دابا غادي نصوب الظهر، كيجي ساهل بالنسبه للظهر، كناخذو على نفس القياس ديال القدامي ديال القفطان. بالنسبه للبنات هاد القديمه وريتها لكمش، كما كتشوفوا هنايا الثوب راه كيبقى في الطول ديالو، هنا كنقوروه شي شويش من ديك الجنيب كما كتشوفوا هاد المسافه هادي، باش ملي كيتلبس القفطان ما كيجيوش الجناب ديالو طايحين بحال هكذا. بالنسبه للبنات كما كتشوفوا هذا الظهر كنقلب ليه الراس لهنايا كما كتشوف بحال هكا، حيت هاد البلاصه كتكون ضيقه والبلاصه التحتانيه واسعه، فكنقلب الربع ديال القفطان بحال هكذا كما كتشوفوا، يعني الايفازي يكون لتحت والكتاب غادي يكونوا هنايا. هنا شو كنديروا حيت الظهر ما كيجينا ساهل، ما كنوليش ناخذ القياس مره واحده اخرى، هنا كنخرجوا واحد السنتيم اللي هو ديال الخياطه حيت القدام يتخيط، ولكن الظهر هذا كيبقى مجموع فهمتيو، يعني هنا ضروري تخرجوا واحد السنتيم باش ما يجيكش الظهر يعني كبير على الربع القداميين. صافي كما كتشوف بحال هكذا، وكنولي ندوزو هكا كنقطعوا هنايا غير الكول هكا داير شويش مقور، وكنهبطوا على الكتاف وعلى التركيز، وكنهبطوا حتى لتحت الايفازي وكنقطعوه. صافي صافي البنات دابا كما كتشوفوا انا بالنسبه هنايا مفصله ربعه بجوج بهم والظهر، دابا بقاو غير الكمام. هانتوما البنات بالنسبه على الكمام كما كتشوفوا هنايا راه مطوبلين على اربعه، هتشوفوا هنايا اربعه يعني كم فوق كم، يعني الطريقه اللي كيكون عندنا مطوي بها الثوب هكا طويل كنقلبوها عاوتاني على جوج وصافي، غير المقص خصو يكون ماضي باش يقدر يعاونكم في الخدمه. وهنايا بالنسبه غادي نقطع هذه كما درت القفطان، غادي نقطع هذا السنتيم هذا. وبالنسبه للطريقه اللي كناخذوه كناخذوا القياس ديال هذه المسافه هذه وكنعلموها كما قلت لكم، وهنا كنقطعوا هذه الجهه هذيك بحال الطريقه هذه. هانتوما كنجيبوا الربوع اللي فصلنا في الاول باش كناخذوا القياس من هنا
باش تشوفوا الكم كيفاش هيتلاقى. المهم انا كنصور باليد الاخرى، داكشي علاش جايني صعيب انا نوريكم، ولكن هنا كنلاقيو من هنايا حتى لهنا باش كنشوف فين غادي نقطعوا هاد البلايصه هادي. باش كناخذوا القياس، اما كتاخذي قياس بالطباشير اولا كتفصلي هاد المسافه هادي طويله ومن بعد كتقادي هنايا وعاد كتقطعي هاد الجهه. المهم ما تقطعيش هاد الجهه حتى تعرفي القياس واش هو هذاك جايك مع التركيز ديال ربعه ولا لا. صافي، وكتقطعي هكا القياس على حسب الكليانه شحال عطياك هنايا وشحال عطياك هنا. صافي، هذه الطريقه يعني صراحه سهله، ماشي شي حاجه صعيبه. غير خاص الانسان يضبط القياسات بالضبط في الاول وعاد ديك الساعه يقطع كما كنقولوا الف تخميمه وتخميمه، ولا ضربه بمقص. قبل ما تضربي في المقص يعني خصك تشوفي القياس واش عندك هو هذاك مضبوط، وتزيدي القياسات اللي خاصك تزيدي وعاد قطعي. في الفصاله ملي كتكون شي حاجه هكا واسعه كيكون شويه انك ممكن تصلحيها، اما الا جات ضيقه راه ما كان لا اصلاح لا والو. الله يسر، كيضيع كلشي، كيضيع الثوب، كضيع الخدمه، كضيع كلشي. اللهم من الاساس الانسان ياخذ القياس هو هذاك ويقادو على الثوب وعاد يقطع. ها نتوما كما كتشوفوا هادو الربوع ديال القفطان وهذا الظهر وهادو الكميمات. صافي، هادشي اللي كنحتاجو في القفطان، كيجي بحال هكا الشكل ديالو، وان شاء الله من غادي تخيط ويوجد غادي نوريكم كيفاش جا الشكل ديالو. كنتمنى انكم تكونوا كتستافدوا من الفيديو ديالي، ما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك بالقناه وتبارطاجيو مع اصدقاء ديالكم. سلامه.